نور المسيح مضيء للجميع. أحد القديس غريغوريوس بالاماس أو الأحد الثاني من الصوم. ببدايات القرن الرابع عشر سطع نجم جديد بفلك الكنيسة وجدد تقليد آباء الكنيسة القديسين بعيش الخبرة الروحية الحقيقية وبالتكلم باللاهوت. اسمه كان غريغوريوس بالاماس. ترعرع بالبلاط الإمبراطوري بالقسطنطينية ولكنه ومع ولي العهد يعني ربي مع الإمبراطور أندرونيكوس الثالث باليولوغوس، ولكنه ترك كل شيء وصار راهب بجبل آثوس وعاش حياة سكينة وهدوء وصلاة نقية، وفيما بعد صار رئيس أساقفة تسالونيكي إحدى أكبر الأبرشيات بدولة الروم. عاش بفترة صعبة، بفترة تاريخية كان فيها تحديات كبير، وترك لنا ميراث غني جدا من الكتابات اللاهوتية ومن التعاليم البناءة جدا. جذور تعليم القديس غريغوريوس بالاماس بترجع للتقليد المسيحي الأقدم، الروحانية الأرثوذكسية يلي نشأت بمراكز رهبانية مهمة جدا بصحراء مصر، بصحراء سوريا، بلافرا القديس سابا بفلسطين، بدير القديسة كاترينا شفيعتنا بجبل سينا، بدير ستوزيون بالقسطنطينية. نتيجة هالتقليد الرهباني العريق ازدهر تقليد النسك الهدوئي بالقرن الرابع عشر بجبل آثوس. بهالمراكز الرهبانية اللي ذكرناها منلاقي تراث غني جدا من الكتابات الروحية عن سر التوبة وعن تنقية النفس البشرية وعن النمو الروحي، عن صلاة القلب وارتقاء الإنسان بالنعمة الإلهية على سلم الفضائل إلى ملكوت السماوات. هالتعاليم كلها مفيدة جدا بأيامنا نحن بحياتنا بالقرن الواحد وعشرين. هي فعلا بتمهد الطريق قدامنا نحن لمعرفة الله وللعيش في شركة حقيقية مع الله. اللي بيقرأ بكتابات القديس غريغوريوس بالاماس بيلاحظ قديه في وفرة وغنى من استشهادات بآباء قديسين ولاهوتيين كبار في الكنيسة. بيستشهد كتير بالقديس باسيليوس الكبير، بالقديس غريغوريوس اللاهوتي، بالقديس غريغوريوس النيسوسي، بالقديس يوحنا الذهبي الفم، كيريلوس الإسكندري، ديونيسيوس الأريوباغي، ديالوخوس أسقف فوتيكي، ماكسيموس المعترف، يوحنا الدمشقي، سمعان اللاهوتي الحديث، إفرام السرياني، والمقالات النسكية الشهيرة للقديس إسحاق السرياني. هالكتاب الكبار مع عدد من المؤلفين الروحيين الكتار غيرهم منشوف كيف القديس غريغوريوس بالاماس بيجمع نصوصهم وبينسج بدوره نصوص لاهوتية من خلالهم
من أروع ما يكون، وكأنه عم يعمل فسيفسائية إبائية بغاية الجمال، بتفرجينا هالنهضة الكبيرة اللاهوتية اللي حصلت آخر 100 سنة. صار في نهضة لاهوتية كتير كبيرة بدولة الروم آخر 100 سنة قبل سقوط القسطنطينية، لأنه بالفعل بعد الحملة الصليبية الرابعة القسطنطينية كانت مدمرة هي وحضارتها بشكل كامل، ولكن ربنا بتدبيره عطى نعمة كبيرة ومواهب كبيرة، وصار في نهضة كبرى، وهيدا منشوفه بالفن الكنسي، بالأيقونات، بالأناشيد الكنسية، بالتراتيل وبالكتابات اللاهوتية. بهالمرحلة الدقيقة جدا اللي سبقت، ما هيك، سقوط مدينة والدة الهيلة، هالمعلمين الكبار للحياة الروحية اللي ذكرناهم يرشدونا بشكل عملي وواقعي جدا، لحتى نرجع مثل الابن الشاطر على بيت الآب وناخذ البركات، نحظى بالبركات الأبدية. ولكن الفضيلة اللي تميزوا فيها آبائنا القديسين بكتاباتهم هي إنهم كانوا خفيرين، ما كانوا يحكوا عن حالهم. آبائنا القديسين مثل السيدة والدة الإله كانت عم تختبر العجائب يلي رافقت مولودها، وكانت تحفظ كل الأمور في قلبها. خبرة الروح القدس السرية، الروح القدس يلي بيسكن فينا لطالما عبر عنا بصمت بتقليدنا الشريف. ولا يوم آباء الكنيسة ما سعيوا أنه يبسطوا خبراتهم قدام جماهير المسيحيين من أجل اجتذابهم أو التأثير فيهم، ولا مرة عملوا عرض منهجي للتعليم عن خبرة ارتقاءهم هن نحو الله، بل اكتفوا بالوعظ الخفر والنصح التعليمي البناء، وفضلوا أنه يقيموا بسكينة روحية بعيداً عن أعين الناس، بهدوء قدام الآب السماوي الذي يرى في الخفية. ولكن تاريخ دولة الروم بخبرنا أنه في ظروف مختلفة طرأت بالقرن الرابع عشر، بمرحلة متأخرة نسبيا، لما وصلوا على شرقنا المسيحي ممثلين للاهوت عقلاني يكتفوا يعني باللاهوت بالمعرفة الفكرية العقلية الصرفة، وبيستعيدوا عن خبرة الصلاة والحياة الروحية بالتفكر العقلي، يعني لغوا كل شيء اسمه حياة روحية واكتفوا بالعقل. وهالمفكرين الكبار تحدوا روحانية كنيستنا ولاهوتها. ساعتها بيخبرونا المؤرخين انه المتوحدين بالجبل المقدس آثوس خرجوا من عزلتهم ونزلوا على القسطنطينية لحتى يتصدوا برزانة وبحكمة مقلمتيل للناس اللي حاولوا انه يعبثوا بالأساس العقائدي لخبرة اتحادهم بالمسيح
ومعاينتهم السرية لنوره الأزلي. سنة 1329 وصل على القسطنطينية الراهب الكالابري برلعام، وهاجم خبرة النساك الهدوئيين بالصلاة المستمرة، صلاة يسوع ومعاينة النور الإلهي. الجدل دار حول طبيعة النور، النور اللي ظهر على الرب يسوع على جبل التجلي مثل ما بنشوف بالأيقونة فوق. هالنور يلي عاينوه الرسل ثلاثة يلي كانوا مع ربنا لما تجلى، واللي بيعاينوه القديسين بخبرة صلاتهم النقية. هالنور يلي بيظهر للقديسين لما بيوصلوا للصلاة النقية. يخبرنا التاريخ أنه صار في ثلاث مجامع محلية بمدينة القسطنطينية ما بين 1343 و 1351، وأنه هالمجامع بتضاهي بأهميتها بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية المجامع المسكونية السبعة. برز القديس غريغوريوس بالاماس بهالمجامع من حيث هو المدافع الأول عن إيمان الكنيسة واستقامة الرأي فيها. الموضوع الأساسي اللي انطرح بهالمجامع الثلاثة كان النور، نور المسيح اللي ظهر على جبل التجلي. الموضوع طرح على أساس عقائدي صرف، والموضوع تضمن كلام أساسي عن طبيعة النعمة الإلهية يلي بتقلي هالإنسان حسب تعليم آباء الكنيسة. الجدل اللاهوتي عنا كل الأسئلة المتعلقة بإمكانية دخول الإنسان، كل إنسان مسيحي مؤمن يعني، دخوله بشركة حقيقية مع الله، وإمكانية تأله الإنسان الفعلي، وكيفية معرفة الله. الرهبان والنساك كان همهم يأكدوا أنه الله الآب يتبنى الإنسان، بيجعل من البشر أبناء لألو، والأبناء بيعرفوا بيهم وبيعيشوا بشركة وبقرب من بيهم. أرادوا الرهبان يقولوا أنه نور الله بيسكن بالإنسان المؤمن، بكل إنسان مسيحي، وبيظهر بهالمؤمن هوية الله، أنه هيدا ابن لله، وأنه كل واحد مؤمن بيشاهد هالنور، نور ربنا، بيشوفه بعيونه، بيكون حظي بلقاء شخصي مع المسيح. بالمقابل خصومه للقديس غريغوريوس بالاماس تناولوا موضوع تجلي المسيح ونور النعمة على المستوى الفكري المحض. قالوا أنه معرفة الله هي مجرد معرفة فكرية، نعرف الله بالعقل مثل ما نعرف كل الأشياء المخلوقة. ولكن بالنسبة للقديس غريغوريوس بالاماس ولا تقليد الكنيسة، معاينة النور ما بتنفصل عن خبرة تنقية الإنسان، عن خبرة التوبة والتنقية يلي بتأدي للإنسان إلى كمال الحياة الروحية، إلى التألم. ولكن السؤال اللي بهمنا كلنا، نحن اللي منعيد بالأحد الثاني للقديس غريغوريوس بالاماس،
ليه الكنيسة عطت هلأ أهمية لهالقديس، حطته بالأحد الثاني من الصوم بعد أحد الأرثوذكسية، بعد عيد الأرثوذكسية؟ الواقع أنه مفهوم النور لعب دور كتير مهم بالإيمان المسيحي من بداية عهد الكنيسة. القديس يوحنا الإنجيلي بيعرف الله بأنه نور، الله نور وليس فيه ظلمة. المسيح بالإنجيل بيقول أنا هو نور العالم، وهو يرسل تلاميذه ليكونوا أنوار للعالم. أنتم نور العالم، بيقول ربنا لتلاميذه. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. دستور الإيمان بيخبر أنه المسيح هو نور من نور، وكل الكتب الطقسية، الكتب الليتورجية اللي نستعملها بالكنيسة لنصلي، تمدح الله من حيث هو نور. الآب والكلمة والروح هو نور اللاهوت المثلث الضياء الذي به الخليقة كلها تستنير. ومن بعد الله بنسمي الملائكة أنوار ثانية، يعني مثل ما في الشمس اللي تشرق بنورها، في القمر اللي بياخذ نور الشمس، هيك مثل ما في ربنا يشرق بنوره، في الملائكة مثل الأقمار بياخذوا بيعكسوا نور ربنا، يستمدوا نوره من الله وبيعكسوا وقت الظلم. وبعدين طبعا بيجي الإنسان، كل إنسان بيتعمد يستنير، بس نعمد ولد من رتل امنحني سربالا من نور يا مترديا النور مثل الثوب. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم، بيلبسوا نور العالم. والإنسان بتعليم كنيستنا لما بيسقط بخطيئة تدخل على حياته الظلم، وممكن تدخل كثير إذا كثير تمادى بالخطيئة، ولكنه بالتوبة يستعيد الحلة الأولى، يستنير من جديد، يلبسه الأب الرحوم الحلة الأولى ويستقبله بمحبة كبرى. بذكرنا القديس غريغوريوس بالاماس أنه بحسب تعاليم آباء الكنيسة ومن خلال ممارسة الصلاة النقية، الإنسان بيتقدم روحياً وبيعاين الله. فإذاً خبرة تأمل النور هي نتيجة التوبة، التوبة اللي بتفتح للإنسان طريق التنقية، تنقية النفس والجسد. كلمة نور يلي بيستعملوها القديسين واللي بنستعملها بالكنيسة منا عبارة رمزية، منا لنقول الخير بعكس الشر يلي هو ظلمة. عم نحكي عن نور، عن ضوء حقيقي بيشوفوه القديسين، نور النعمة الإلهية غير المخلوقة، مجد الرب، مجد الرب الذي ظهر لموسى على جبل سيناء. تعرفوا موسى طلع على جبل سيناء واختلى مع الرب، ونتيجة الصلاة النقية بيخبرنا سفر التكوين كان الرب يكلم موسى وجها لوجه. لهيك موسى لما نزل عن جبل سيناء اضطر انه يغطي وشه ببرقع، لانه وشه كان عم بيضوي مثل الشمس لحتى ما يخافوا منه شعب اسرائيل، نتيجه خبره الصلاه النقيه.
والعشرة مع الرب صار وشه لموسى يشع مثل الشمس. هيدي الخبرة منا محصورة بالنبي موسى، هيدي الخبرة بيعرفوها القديسين. شو هو هيدا النور يلي بيّن على وجه النبي موسى واللي بيّن على الرب يسوع بالتجلي واللي بيبين على وجوه القديسين؟ بيعلمنا تقليد الكنيسة إنه هالنور، وهيدا الشيء ذكرنا فيه القديس غريغوريوس بالاماس، يشرق من الثالوث القدوس قبل أن تكون السماء وقبل أن تكون الأرض. ربنا بشع بهالنور الإلهي غير المخلوق من قبل ما ربنا يخلق السماء والأرض. ومثل ما الشمس تشرق بنورها، ربنا بنوره الطبيعي الإلهي بنور الملائكة والقديسين والمؤمنين التائبين. القديس بايسيوس الآثوسي بيقول في كتير مؤمنين بالكنيسة بالرعاية وبالأديرة لما بيتناولوا جسد المسيح ودمه بيصيروا بيضووا مثل الشمس، بيصير وجههم متجلي بيطلع منه نور مثل الشمس. ولكن ربنا ما بيسمح انه يبين هالنور لحتى ما يواجهوا مشاكل بمجتمعهم، لانه الناس ما رح يفهموا شو هيدا بمحيطهم. وهو نفسه القديس بايسيوس كتير اوقات لما كان يتناول في شهادات كيف كانت تتغير هيئته وكان يضوي وشه مثل الشمس. وهيك بيفسر لنا القديس غريغوريوس بالاماس كيف بجميع الظهورات الإلهية بالعهد القديم بالكتاب المقدس، سواء بالعهد القديم مثل ظهور ربنا لما ظهر ربنا لموسى بالأول بالعليقة وعاين هالنار أو هالنور بالأحرى بالعليقة يلي ما عم تحرق العليقة مع أنها ملتهبة وعم بتشع، وسمع صوت عم بيقول له اخلع نعليك لأنك واقف في أرض مقدسة، أنا إله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هيك هذا ظهور الله. فسواء بظهور موسى، ظهور ربنا لموسى بالعليقة، أو ظهوره لقلوب على جبل سينا لما عطاه الناموس، أو ظهور ربنا لنبي إشعيا على العرش، أو ظهوره للنبي إيليا بالنسيم اللطيف، أو كل الظهورات للأنبياء اللي ما فينا نعددها واللي هي كتيرة بالعهد القديم، أو الظهورات بالعهد الجديد لما كانوا عم يرجموا لستيفانوس، هيك هي الأيقونة عنا هون، لما كانوا عم يرجموا شو قال؟ إني أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان جالسا عن يمين القوة. عاين الله، عاين العرش الإلهي. ونفس الشيء الرسول بولس بطريقه على دمشق لما كان رايح ليضطهد الكنيسة، ما هيك ظهر نور كبير وقع عن حصانه وصار مثل أعمى من قوة النور، وسمع صوت عم بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له من أنت يا رب؟ قال له أنا يسوع. من أنت يا رب؟ هي عبارة لا تستعمل بالعهد القديم إلا لإله إسرائيل،
عرف انه هيدا ظهور الهي. مين انت يعني يا قدوس؟ قال له انا يسوع المسيح الذي تضطهده. لهيك تغيرت كل حياته لبولس وصار رسول الامم. فكل هالخبرات الكثيره بالعهد الجديد، كمان الظهور الالهي بمعموديه الرب يسوع لما يوحنا المعمدان عاين الروح القدس، ظهورات كثيره ما هيك كلها بيذكرها القديس غريغوريوس بالانس، ولكن بيشدد بشكل اساسي على تجلي المسيح على جبل ثابور واظهار نور المسيح الالهي لتلاميذه الثلاثه. كل هالامثله، كل هالنصوص هي بالكتاب المقدس هي امثله لكشف الله لنوره الطبيعي للبشر. طبعا اللي عرضوا القديس خصومه للقديس غريغوريوس بالاماس كانوا بيعرفوا هالنصوص بالعهد القديم وبيعرفوا بعض النصوص الابائيه، ولكن رفضوا تفسير التقليد الارثوذكسي لهالنصوص. اعتبروا انه النور اللي بيظهر هو نور مخلوق، هو نور بيجي من العقل البشري بس يصفى العقل، او هو نوع من ظهور ملائكي. واعتبروا انه معرفة الله بتتحقق من خلال دراسة الفلسفة، من خلال العقل واعمال العقل. القديس غريغوريوس بيوضح انه من خلال تفسيرهم هيدا هن عم ينكروا إمكانية الشركة الحقيقية بين الإنسان والله، وانه مشاهدة الله منا معرفة فكرية، مشاهدة الله هي خبرة التبني، انه الإنسان يصير بنفسه وبجسده ابن لله أو بنت لله. هيدي رسالة العهد الجديد، هيدا تعليم العهد الجديد، إنه ربنا بيتبنانا بيعملنا أولاده، ربنا بيأله كياننا نفسنا وجسدنا. لهيك الإنجيل، والإنجيل بيأكد إنه هاي المعرفة منا فكرية، ما هيك؟ أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، بيقول ربنا يسوع، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال، لأن الأطفال هم أنقياء القلوب. إن لم ترجعوا كالأطفال لم تدخلوا ملكوت السماوات، بيقول ربنا بالإنجيل. شو يعني نرجع كالأطفال؟ نتولد؟ لا، نرجع لنقاوة الأطفال، لصفاء الأطفال، لحلاوة الأطفال، للطفهم، لعفويتهم البريئة. القديس غريغوريوس بيسمي النور مجد الطبيعة الإلهية يلي بيشترك فيه الله مع قديسيه. الإنسان مش بس بيشوف النور الإلهي، الإنسان لما بيتنقى مش بس بيشوف النور الإلهي، الإنسان بيتحد بالنور الإلهي، بيمتلي كيانه نفسه جسده من النور. بهاللقاء الشخصي مع المسيح بيختبر الإنسان ولادة جديدة، امتلاء من الروح القدس. يقتني الروح القدس لدرجة بتألهه، لقد شغفتني بشوقك أيها المسيح ونقلتني بعشقك الإلهي. منقول ما هيك بس بدنا نتناول. هيدا هي غاية الحياة المسيحية، هيدا هو الهدف من أنه نحن مسيحيين، وهيدا هو الهدف من ممارستنا لأسرار الكنيسة المعمودية والميرون والمناولة الإلهية وكل الأسرار الأخرى.
قديس سيرافيم صاروخ شفيعه لأبونا بيعلم وبيأكد أنه هدف الحياة المسيحية هدف الصلاة والأسرار وأعمال الصدقة والمسامحة وكل خير بيعمله الإنسان هو اقتناء الروح القدس، هو الامتلاء من النعمة. وبيحاول يشرح هالشيء لأحد تلاميذه العلمانيين نيكولا متوفيلياف، وبيحاول يشرح له ويشرح له شو يعني نقتني الروح القدس ونمتلئ من الروح القدس. بيقول له ما عم بفهم عليك يا أبونا. يوم بيسكت القديس وبيصير يصلي، ومع انهم كانوا قاعدين تحت الثلج وعم تتلج عليهم وكان في عتمه، بصير يضوي القديس سرافيم بشع مثل الشمس، ويمسك له ايده لتلميذه قال له عرفت هلا شو يعني الامتلاء من الروح القدس؟ شو حاسس؟ قال له حاسس بسلام ما له حدود، كأنه كل مشاكل العالم اتبحلت وما بقى موجودة، وحاسس بفرح وبتعزي لأن الروح القدس هو المعزي، وعم شم ريحة عطرة رائحة المسيح الزكية، وحاسس بدفء. هيدا هو الدفء اللي بيحفظ النساك بالبرد، دفء نعمة الروح القدس. الإنجيل بيعلمنا طوبى لأنقياء القلوب لأنهم يعاينون الله. إذا نحن مش ضد الفلسفة والعلم، هن مناح بحد ذاتهم بس ما هن الطريق لمعرفة الله، هن بيفيدوا كتير للخدمة بمجالات معينة بس منهم الطريق لمعرفة الله. الله كيف بينعرف؟ من خلال نقاوة القلب. وعندنا كتير قديسين كانوا آباء كبار متعلمين بكنيستنا، وعندنا قديسين بسطة بيستشهد فيهم القديس غريغوريوس بالاماس مثل القديس يوحنا المعمدان اللي من بطن أمه لما دخلت العذراء وهي حامل شعر بالظهور الإلهي وارتقد ببطن أمه. بيستشهد كمان القديس غريغوريوس بالقديس أنطونيوس الكبير اللي ما كان كتير متعلم بس اللي بهدوء الصلاة عاين الله. أيضا بيستشهد بأول الشمامسة ستيفانوس وأول الشهداء اللي بالألم وصل لمعرفة الله. ولكن كيف نحن البشر بتقدر عيوننا المحدودة، عيوننا المعترة ما هيك، تشوف النور الإلهي اللي هو غير مخلوق، نور الله، نور غير محدود، كيف بدنا نشوفه بعيون محدودة؟ طبعا الإنسان عاجز عن هالخبرة، الإنسان بقواه الذاتية بإمكانياته منه قادر إنه يشوف الله. حواس الإنسان ما فيها تشوف الإله غير المخلوق، ونفس الشيء عقله وفكره ما بيقدر يوصل لله. فقط مثل ما بيقول ربنا لتلاميذه تنالون قوة من العلاء، فقط لما الإنسان بياخد قوة من العلاء، قوة الروح القدس، لما بياخد الإنسان قوة ذهن الإنسان وحواس الإنسان، فقط لما بتاخد قوة من الروح القدس بتختني حواس الإنسان وبيصير قادر يشوف الأمور غير المنظورة غير المرئية، وساعتها حواس الإنسان وجسده ونفسه
بينفتحوا بشكل كامل على الله. وبيقول القديس غريغوريوس بالاماس بيصير الروح القدس هو عينه للإنسان. بيصير الإنسان ما بيشوف بعينه هو، بيشوف بالروح القدس اللي بيسكن فيه. وبنوري كانوا عاين النور. لما النور بيسكن بالإنسان ساعتها الإنسان بيصير قادر إنه يشوف النور. بنوري كانوا عاين النور، يعني إذا سكن فينا نورك ساعتها هو بيصير عيننا اللي من خلالها منشوف النور. وهالشي بيأكدوا عليه في إجماع عند أباء الكنيسة. القديس يوحنا الذهبي الفم، القديس يوحنا الدمشقي، والقديس ماكسيموس المعترف بيأكدوا أنه على جبل ثابور لما تجلى ربنا قدام التلاميذ ما تغير شيء بالمسيح. يلي تغير هو عيون التلاميذ، تلاميذ الثلاثة اللي شافوا ربنا عم بشع وشكله أبيض مثل التلج ووشه عم يضوي أكثر من الشمس. المسيح هو هو دائما كان وسيكون نور العالم الذي ينير كل إنسان. اللي تغير على جبل ثابور هو إنه تلاميذ انفتحت عيونهم وشافوا حقيقة المسيح. هيدا بيأكد عليه القديس غريغوريوس بالاماس عبر استشهاده بالآباء اللي سبقوا. هيدي الخبرة موجودة اليوم بكنيستنا لحد اليوم عند القديسين المعاصرين. في شهادة من أحد تلاميذ القديس بورفيريوس الرائي بيقول كان مريض كتير الشيخ بورفيريوس ونايم بتخته وما قادر يتحرك. طلب مني ساعده لحتى يصلي. مسكته من ايده بصعوبة قومته من فرشته وقفت حده وحطيت ايديه وراه لأنه حسيته رح يوقع. وبلشنا نصلي هلموا لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. أول مرة طلع فيه وقال لي ولو منك شايفني ختيار ما عم بقدر صلي بإيدي عوشي، مسك لي إيدي وعمل لي فيها إشارة الصليب. هلقد كان تعبان، القديس كان عنده سرطان بدماغه وكان أعمى. قال له منك شايفني ختيار ولو بتتركني لحالي. قام مسك له إيده وساعده لرسم إشارة الصليب. أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وفجأة أضاء المكان كله بنور أبيض. قال ما عاد شفنا إذا نحن واقفين على الأرض ولا نحن بالسماء ولا نحن بالجسد ولا نحن برات الجسد. صرنا عم نسبح بهالنور وما شايفين إلا النور حوالينا. وبوسط النور كان القديس عم بيصلي للعذراء، شفنا سيدة واقفة لابسة أبيض وحاملة ولد على إيدي. قال أنا ما تحملت هالمشهد، إنه شو عم بيصير؟ أنا عم بحلم ولا؟ قربت والسيدة رافعة إيد حاملة الولد بإيد ورافعة إيد عم بتصلي. قربت لعند إيدها اللي رافعتها عم تصلي بدي أمسكها، مديت إيدي ومسكتها في إيد سيدة. قال ما بعرف قدي بقينا، ما بعرف قديش قطع وقت لحد ما خلص القديس بورفيريوس صلاته. قال لي يلا يلا رح أوقع، رجعني على تختي، أنا زلمة ختيار ماني قادر أوقع. رجعته على تخته بيقول. فأصلا اللي تغير على جبل ثابور هو إنه عيون التلاميذ انشتحت. وهيدا هو معنى شفاء الأعمى بالإنجيل. الأعمى لما شفى بالإنجيل مش بس شاف الخليقة، مش بس شاف الناس والسماء والأرض حواليه، ولكن شاف المسيح.
نور العالم الحقيقي. والإنسان لما بيختبر هالنور جسده ونفسه بيمتلوا بالكامل من هالنور، وحواسه بيمتلوا بنعمة الروح القدس. هالنور هو المجد الإلهي، هو ملكوت الله. لهيك بيقول الإنجيل ملكوت الله في داخلكم، لما بيصير النور يشرق بقلب الإنسان. هيدي هي بركة القديسين الحقيقية، وهيدي هي نعمة الحياة الأبدية، مثل ما بيقول الرسول بولس ونكون مع الرب دائما، ونكون دائما بنور الرب بالحياة الأبدية. في كتير خبرات لهالنور عند قديسين عبر تقليد الكنيسة، مش بس القديسين القدامى. القديس المعاصر لنا نكتاريوس أسقف المدن الخمس يلي عاش كل حياته مضطهد بالمجتمع وبالكنيسة. نعرف كان مطران ما هيك بالقاهرة بمصر، وانطرد بمؤامرة وزيح من منصبه وانبعت، حتى النفى من مصر انه ما بدنا اياك بقى، ما في لزوم تبقى هون. راح على أثينا، بقي مستأجر عم يصرف ما تبقى معه من مدخرات، ما كان يلاقي شغل لانه سمعته السيئه كانت سابقته على أثينا، وبقي بالوحل وبالثلج عم يدق ابواب العالم ويترجى، هو متروبوليت، انه يلاقي شغل بس ليعيش. حتى بطل معه يدفع للمرة اللي مستأجر عندها، وحتى بوقت بقى حسيت انه ما بقى عم ياكل لانه ما معه يشتري اكل. جابت له اكل مرة من المرات وشافته رح يغيب عن الوعي من الجوع، الى ان ربنا لطف فيه ولاقى شغل واعظ بعيد بجزيرة ايفيا اللي ما حدا كان بده يروح عليها. ورجعوا بعدين قدروا شهاداته وعينوه عميد لكلية لاهوت ريزاريوس بأثينا، وبآخر حياته أسس دير راهبات على اسم الثالوث القدوس. ولكن لآخر لحظة من حياته للقديس نكتاريوس بقي مضطهد وبقي متهم بأمور أخلاقية وبأمور فساد مالي بكل أنواع الاتهامات البشعة، وبأنه عنده غايات سلطوية وإلى آخره، أبشع تهمات لآخر لحظة حياته. فبنعرف بهاي آخر فترة من حياته لما كان بجزيرة آيجنا بالدير مع الراهبات، ختيار طاعن بالسن، صحته عاطلة جدا، قضى كل عمره بالمنفى وبالاضطهاد. بإحدى الليالي تلميذه العلماني اسمه قسطنطين كوستا ينتبه انه غرفته للقديس نكتاروس عم تحترق محل ما نايم، بيركض بيخلع الباب وبيفوت ليخلصه، بيلاقي النار عم تاكل كل شيء، الكتب، الايقونات، الحيطان، كل شيء، تخت. والقديس قاعد على كرسي مثل غايب عن الوعي، يحمله بسرعة ليركض فيه للقديس ويخلصه من النار. ولكن بيلاحظ انه لا، النار عم تطلع من القديس نكتاريوس وعم تملأ المكان وما عم تحرق ولا شيء، تماما مثل العليقة اللي ظهرت لموسى بالعهد القديم. وبيتذكر انه هيدي علامة تألق الإنسان وتقديس المكان. أنا إله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإذا الإنسان من خلال أسرار الكنيسة والصلاة الصادقة بينال هالنور بداخله، نور بيسكن فينا بالمعمودية وبيغني وجودنا
نوعية حياتنا بالميرون، وبيملأ حياتنا اليومية من خلال سر الشكر المناول الإلهي. بيرافقنا النور على بيوتنا وعلى مدارسنا وعلى أماكن عملنا وعلى كنايسنا، وبيبارك بيوتنا بسر الزواج النور، والنور هو اللي بيعزينا وبيفتقدنا بآلامنا وبأحزاننا وبمرضنا وبضيقاتنا. بالشدائد والأحزان نور المسيح وحضور روحه القدوس وحده قادرين إنه يعزونا. في خبرة كتير حلوة بيذكرها الكاهن واللاهوتي الأب فيرجيل غوردو بكتابه الساعة الخامسة والعشرون، بيخبر كيف بأحد المعتقلات الألمانية النازية يعني برومانيا خلال الحرب العالمية الثانية، قديش كانت معاملة الأسرى سيئة. وبيذكر كيف بينيمون كلهم بمهجع كبير، بيطعمون أسوأ طعام، بيعملون بإهانة بإذلال. كان في بيناتهم خورة أرثوذكسي، وكان في عدد من الإكليركيين، وكان في ضباط من الجيش، وكان في وزراء من الدولة وموظفين ومزارعين، كل طبقات المجتمع بالمعتقل. وكان في كاتب صحفي ابن خوري، هيدا الكاتب الصحفي راد يحتج على المعاملة السيئة للمساجين، أم أعلن إضراب عن الطعام. خلص أسبوعين كاملين بدون أكل، بالأسبوع الثالث ضعف جسمه كثير، قاموا نقلوه على المستشفى، حطوا له مصر. بقى هو بالمستشفى بين نايم وفايق، لأنه حالته منهار بشكل كامل، بيسمع ضجة من الشباك، بصعوبة بيشغل حاله على التخت ليطلع شو عم بيصير برا، بيشوف الجنود جامعين كل المعتقلين بالتلج واقفينهم عرات لحتى يعملوا لهم تفتيش. ولحتى يذلوهم أكثر بيصيروا بيعيطوا لكل واحد باسمه، يا فلان الفلاني، بيجي هذاك يوقف قدام الكل هيك عاري. انصرف يا فلان الفلاني، انصرف. بيطلع هيك انه معقولة لهالدرجة وصلت الأسوأ عند البشر، لهالدرجة لا إنسانية. وبصير يبكي، وهو له يعني 15-20 يوم بلا أكل صايم، بيبكي انه شو هالأسوأ. مرة هيك بيطلع بيلاحظ بين الأسرى أول واحد بيجيبوه بوقت احتراما لمنصبه، مطران بالغارة بيوقفوا عاري قدام الكل. بيصير بيطلع كيف هيك دقنه لهالمطران وشعره الأبيض، ومثل القديسين بالأيقونات. بيطلع هيك كيف بشرته بيضة، وبيحس إنه في نور على وشه للمطران. بيطلع هيك مظبوط، بيشوف في هالة من نور حول وشه للمطران، وبيلاحظ انه اكثر من واحد بين المعتقلين عندهم هالة من نور حول وشهم. بيقول ساعتها عرفت انه هالنور اللي بنرسمه بالايقونات حول رؤوس القديسين، هالهالة من نور، منا ابتكار فني من رسامي أو كاتبي الأيقونات للتعبير. هيدي الهالة هي إشارة للنور الحقيقي يلي بينور حياة الإنسان ويلي بيفتقده للإنسان بالضيقات والشدة والتجارب. وعرفت كمان إنه هيدا النور قادر
يبلع كل الظلمة الموجودة بالعالم. رسالة الكنيسة لقلنا بالأحد الثاني من الصوم هي أنه الله الآب ينطر رجوعنا له لحتى يلبسنا نور الطبيعة الإلهية غير المخلوق، هالنور الكائن مع الثالوث القدوس من قبل ما تكون السماء وقبل ما تكون الأرض. وهيك إذا اتحدنا بالمسيح يسكن النور، نور مجد الله بقلوبنا وبيقدس وجودنا على الأرض، بيقدس عقلنا وفكرنا ونفسنا وجسدنا وكل عمل بنعمله وكل مكان بنوجد فيه. لهيك بترتل الكنيسة بكل قداس سابق تقديسه نور المسيح مضيء للجميع. منضل نرتل هيك بكل قداس بروجزماني لحد ما نوصل لفجر يوم القيامة، لما بيوقف الكاهن على الباب الملوكي وبيرتل بعزاء كبير: هلموا خذوا نورا من النور الذي لا يعروه مساء، ومجدوا المسيح الناهض من بين الأموات. آمين. حدا بيريد يسأل شيء؟ روجي لازم نعطيك ميكروفون يمكن، ما بعرف. لا لا انه عم تنقل يمكن. الله يعطيك. لقاء منير أنا يعني بالإنجيل متى بداية الإنجيل لما ربنا كان بالجليل بيقول الجالسين في الظلمة، الشعب الجالس في الظلمة أبصر الجالسين في كرة الموت والمرض نور أشرق عليهم. قديس يوحنا بن فم يقول: ليس هم بحثوا عن النور إنما هو أشرق عليهم، لأنهم كانوا جالسين، بمعنى جالسين يعني عاطلين، مش قادرين يوصلوا للنور أصلا، عم تتخبط. أنا بحكي عن حالي، هذا وضعي كإنسان، أنا جالس في الظلمة ومش عم بحاول، عم بحاول قد ما في. السؤال بالتحديد هو: هل نحن نتنقى لنعاين النور، أم أن النور يتحلل ويأتي وينقينا؟ نعم، رح جاوبك باختصار تمن أخر. بأيقونة القيامة بتراثنا الأرثوذكسي، بتراث ما هيك، هي أيقونة النزول إلى الجحيم، حيث ربنا يصور واقف على درفتين باب الجحيم المخلوعين وماسك آدم وأوقات ماسك حواء كمان من إيدهم. الملفت بالأيقونة دايما أنه مسكة الإيد منا مثل كأنه ربنا عم بيسلم على آدم، ولكن ربنا يقبض على إيد، على معصم آدم، لأنه إيد آدم ما بقى قادرة تمسك، عاجزة، ما بقى عنده القوة آدم لا أنه يتنقى ولا أنه ينهض. لهيك المسيح بقوته هو، بسلطانه هو، يقبض على يد آدم وينتشله من الجحيم.
وهيدا منشوفه بكل الإنجيل، ما هيك لما بيقول له للمخلع احمل فراشك واذهب إلى بيتك، ربنا بيعطيه القوة، ما هيك؟ الأعمى ما قادر بقى يفتح عيونه، ربنا من الطين بيرجع بيجبل له عيون تانيين. فإذا سلطان المسيح وقوة المسيح، ونفس الشيء حكينا عن التجلي، ما هيك؟ الإنسان بقوته ما قادر، الروح القدس هو الذي ينقي، وهو اللي بيفتح العيون، وهو اللي بيملأ العيون، وهو اللي بيشوف بالعيون وبيخلي العيون تشوف. وهذا كثير مهم، مش بس بكل تراثنا، بكل كنايس الروم، ما هيك على المدى الرومي الأيقونات بتحاول أن ما تصور الجانب البشري، تخفي الجانب لا يبرز الجانب الإلهي، حيث ضعف الإنسان يقابله قوة الله. وحيث جهل الله أقوى من حكمة الإنسان. وهذا كثير مهم كرسالة لنا اليوم. نحن بحاجة لمعونة الرب. نحن بحاجة لقوة المسيح. كلنا بحياتنا اليوم بحاجة إنه المسيح هو يمد إيده ويشيلنا. لهيك قدي لازم نترجى إنه تعا يا رب، أنت افتقدنا وأنت شيلنا وأنت نورنا. يمكن أصعب شيء بكل هاي قصة النور، أصعب شيء بكل العملية، إنه بدها كتير تواضع. بده الإنسان يعرف يقول له لربنا أنا ولا شيء، أنت يا رب كل شيء، أنت يا رب نورني أنا ظلمي. تعرف كان واحد من أساتذتنا بتسالونيكي من اللاهوتيين الكبار اليوم بالعالم الأرثوذكسي، وقد مش قد يكون هو اللاهوتي الأكبر بلا منازع اليوم، الأب نيكولاوس لودوفيكوس، عمره بالستين تقريبا، هو أستاذ بتسالونيكي بكامبريدج وبوينشستر ببريطانيا بيعلم جامعة، وأستاذ زائر بالبرلمانت، بلش يجي وشارك معنا ببرنامج الدكتوراه. لما خلص أطروحته عمل أطروحة الدكتوراه كتير مهمة عن الإفخارستية عند القديس ماكسيموس المعترف، واعتبرت من أفضل الكتب اللاهوتية بالنص الثاني من القرن العشرين هالأطروحة، لأنه فيها شرح لكل كيان الإنسان ومفهوم الشركة والصيرورة الإفخارستية. نعرف القديس ماكسيموس من أصعب الآباء وأعمقهم بالكنيسة. فلما طلع هالكتاب انشهر اسمه، صار ينحكى فيه بالعالم يعني، وقال حسيت حالي، وهيك بيخبر هالخبرة، بيقول حسيت حالي إني أستاذ جامعي مشهور بالعالم، حسيت حالي صرت بالصفوف الأمامية لللاهوتيين، وحسيت بشكر كبير لربنا على نعمته، إنه هيدا من فضل ربنا مش من فضلي أنا. إذا في موهبة هي من ربنا، وإذا في نجاح هو من ربنا. ولحتى أشكر ربنا على كل هالشي قررت إني يصير خوري، هو عنده 4 أولاد. وبالفعل رسمني المطران وعيني بثلاث ضياع روح أخدمه. قال لي كل أحد روح على ضيعة، وبالأعياد كمان تناوب، يعني لما فيك كل مرة بضيعة. وصرت روح أخدمه وأوعظه. بس بعدين اكتشفت إنه أهالي هالضيعة كلهم مزارعين أميين، ما بيعرفوا يقروا ويكتبوا. وصرت اتساءل مع الوقت انه وين بعتني المطران؟ طب ما انا استاذ ببريطانيا واستاذ بالجامعه ومقضاها من مؤتمر لمؤتمر ومن جامعه لجامعه، وين زتني المطران؟ كنت روح اوعظهم حس ما عم يفهموا علي ولا كلمه. انا بحكي بمحل وهن بمحل. بحكي ما حدا بيفهم ولا كلمه.
بعد كم شهر صرت خلاص مثل محبط، ما أعرف حالي كيف أروح أدس، ضب أغراضي وأهرب من الضيعة. بقى مرة بالفعل بعد القداس هيك عم ضب الشنطة وبدي أهرب، بيجوا بيلقطوني الوكلاء بيقولوا لي أبونا بدنا نشرب معك فنجان قهوة بعد القداس بالقهوة بالمطعم قبيل الكنيسة. قلت يا الله هلأ علقت. رحت قعدت معهم وعم يحكوا، وأنا عم فكر أيمتى بقى بدها تخلص هالجلسة لأقوم وروح على البيت، وما عم بتسمع عليهم عم يحكوا. ولا فجأة واحد منهم بيسألني سؤال، بيقول لي أبونا بدي أسألك سؤال ليهوتي. قلت أيوة. قال لي أبونا هيدي الكنيسة يلي قدسنا فيها هلأ بقينا فترة طويلة عم نقدس فيها بدون ما تكون مكرسة، يعني تعمرت وبقينا أكثر من سنة عم نقدس بدون ما يكون المطران كرسة، فالقداس اللي كنا عم نعمله بهاي الكنيسة هو قداس حقيقي ولا مش قداس حقيقي؟ قال انقفت، من وين جاب لي هالسؤال هيدا؟ وشو بدي جاوبه على هالسؤال؟ بعرف شو بدي جاوبه. قلت له أنت شو بتقول؟ قال له نحن يا أبونا كل أهل الضيعة صرنا محتارين أنه نحن يوم الأحد عم نقدس عن جد ولا لا؟ عم نتناول جسد المسيح ودمه ولا عم ناكل خبز وخمر؟ لأنه الكنيسة منا أمنا قررنا كلنا أنه نصوم جمعة كاملة لحتى ربنا يكشف لنا، فصمنا جمعة كاملة. يوم القداس يوم الأحد فتنا على القداس ونحن وبالقداس من بعد الشيروبيكون شفنا نور نزل من السماء وغطى المائدة ورجع غطى الهيكل كله هيدا النور. قال أنا هيك عم قال أنا عم بسمعه هيك. قلت له قصدك إنه الشمس فاتت من الشباك وغطت؟ قال لي أي شمس؟ الشمس بتبين عتمة قدام هيدا النور. قال له غطى المائدة كل واحد تناول كان يتعبى بهيدا النور. طلعت فيه هيك قلت له مرة واحدة شفتوا هيدا النور؟ قال لي لا مش مرة واحدة بس كم مرة، مش كتير، كم مرة هيك شفنا هيدا النور. قال طلعت فيه هيك قلت له هلأ عن جد؟ قال لي ايه. انه ليه انت ابونا ما بتشوف هيك بس تقدس؟ قال قلت له لحظة انت كيف عايش؟ قال شو مثل كل اهل الضيعة منروح نشتغل بهالارض ومناكل اللي الارض بتطلع لنا اياه واللي عنا اياه بالبنك. قال له لا بحياتك الروحيه انت كيف عايش؟ قال له شو يعني حياتك الروحية؟ قال له يعني كيف بتصلي كيف بتصوم؟ قال له مثل كل اهل الضيعه بنصلي شوي الصبح، بنصوم اربعه وجمعه، بنصلي عشيه قبل ما وبنحضر حالنا للمناول الاحد. قال له لا اسمع لك، في شيء بحياتك انت بتعمله خصوصي كرمال الله، فكر مزبوط شو هو. قال له ما في شيء يا ابونا، انا عايش عادي مثل كل اهل الضيعه. قال له لا بدك تفكر مزبوط، شو في شيء خصوصي انت بتعمله كرمال الله؟ قال له يا ابونا في شغله وحده انا بعملها كرمال الله، أنا بجرب إني أصبر. قال له كيف يعني بتجرب إنك تصبر؟ قال له يعني من سنتين طلعت المحاصيل الزراعية ممتازة وكنت أنا كل أرضي غيرسها أحلى شتلات، قام إجا جار نقب علي كل الشتلات وضرب لي الموسم لحتى ما ضارب عليه، فقلت أنا لازم أصبر. قمت رحت قطعت له شوية حطب وخبيت له هني ببيته لحتى يتدفى فيهم بالشتوية. السنة الماضية كمان طلع موسم منيح
كمان اجا ضرب لي كل الارض. قلت لازم اصبر. قمت رحت صلحت له التراكتور المنزوع تبعه ودهنت له اياه. فبيعلق الاب نيكولاوس لودوفيكوس بيقول وهيك كان هالفلاح الامي عم بيجرب انه يصبر وعم بيعاين الاسرار الالهيه الفائقه، وتركني انا وعلومي ودراساتي بالجهل الالهي. صوم مبارك ويخلي لنا اياك. جوزيان تفضل، اخرنا الاشخاص. تآزر، تعاون بين الإنسان والله. نعم. يعني الشيء اللي بالنسبة للنقطة الأولى ذكرت أنا أنه نحن منقدم لربنا ضعفنا، هو بيقدم لنا قوته. نحن منقدم الظلمة اللي فينا وهو بيقدم لنا نوره. طبعا القديس غريغوريوس بيشدد أنه النور هو النعمة غير المخلوقة، هو نعمة الروح القدس اللي تملأ المؤمنين بالأسرار وبخبرة الصلاة والتوبة. يعطيكم العافية، شكرا.